انت دخلت في صراع مع لوب الادويه، انا ده لوب انا الادويه ده ما حدش بيستطيع يقرب له لانه زي لوب السلاح بالظبط. انت دخلت في معركه طاحنه وانزلت اسعار 1500 دواء من لوب الادويه. اسمع يا اخ، اولا بعد الاعتراف بالفضل لله اريد ان اعترف للسيد وزير الصحه، هو الذي كان وراء الموضوع مع ربما كانت قضية قل اسمه لأن غير الأخ الحسين الوردي، وزير شجاع وما شاء الله عليه، وأنا شجعته لأنه جاء يقول لي يا أخ الله هنالك أدوية تباع ب4000 درهم ثمنها الحقيقي 200 درهم فقط. فقط 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 هذا أضعاف، كانت أسعار الأدوية عندكم في المغرب أضعاف ما تباع به في أوروبا. ليس بعض لا الأدوية لا لا ليس بعض أضعاف، الأدوية لا بعض الأدوية أغلى من أوروبا، بعضها ثمنه خيالي لا أخفيك. هذا مجال كانت فيه استفادة كبيرة لما تسميه باللوبيات. فأنا قلت له توكل على الله، دخل في الموضوع يعني نقصنا ثمن 1500 دواء، 1500 صرف دواء، 1500 دواء نعم، بعد توفيق الله وبمساندة جلالة الملك.